صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون، هل صحيح أن آيات الصبر والكف عن أذية الكفار وقتالهم نحن مأمورون بها في هذه الأيام بسبب ضعف الأمة الإسلامية في التوحيد واختلافهم، أم أننا مأمورون بقتال الكفار على أي حال؟ لا، لسنا مأمورين بقتال الكفار على أي حال، بل نقاتلهم إذا كان عندنا استطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن نقاتلهم إذا كان عندنا استطاعة على قتالهم، أما إذا لم يكن عندنا استطاعة فإننا لا نقاتلهم قتال طلب وغزو، وإنما نقاتلهم قتال دفاع. إذا هجموا على بلاد المسلمين نقاتلهم دفاعا عن بلدنا، دفاعا عن بلدنا وحرماتنا، قتال دفاع. أما قتال الطلب فلا، إلا مع قوة المسلمين. نعم.